السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أبناء طلاب الصف السادس؟ وحشتوني جدا، كيف أموركم؟ السلام عليكم سندس وزينب ورضوى وشيخة عبد اللطيف عبد الله الكشري سعود عبد الله الكندي أحمد عباس سعود خميس عبد الله الفارسي أنا السيف وعبد العزيز، أخباركم تمام؟ إن شاء الله اليوم درسنا في الاستماع. طفلة من القطب الشمالي، تمام؟ طفلة من القطب الشمالي. الدرس عندي في الكتاب، في كتاب القراءة صفحة 58 59 60. تمام، ده الدرس الاستماع. الحين بتفتحوا الفيديو لنص الاستماع، هو مكتوب أمامكم طفلة من القطب الشمالي، بتفتحوا وتستمعوا للنص، تمام؟ تستمعوا له مرة ومرتين عشان إنه تستوعبوا النص. بعد كده أنا بستخرج معاكم الكلمات الصعبة في النص. كل واحد منكم بيكون فاتح الدفتر وفاتح الكتاب، بيكتب التاريخ في صفحات الكتاب، الصفحات الثلاثة اللي ذكرتهم، وبيكتب التاريخ في الدفتر، وبيكتب بيكتب استماع، نص استماع، وبيكتب طفلة من القطب الشمالي، ده العنوان، تمام؟ بعد كده بيقوم بيكتب الفكرة العامة، والفكرة العامة أصلا موجودة في الكتاب، ويكتب لي المعاني الكلمات الحين اللي أنا بذكرها، اذكر لي اكتب لي ثلاثة كلمات واستخدمها أو وظفها في جملة مفيدة، تمام؟ يعني بكتب التاريخ وبكتب العنوان وبكتب التاريخ وبكتب نص استماع وبكتب العنوان، بكتب الفكرة العامة. معاني الكلمات اللي بشرحها لكم الحين إن شاء الله بتختار أي ثلاثة كلمات، أي ثلاثة كلمات من المعاني اللي أنا ذكرتها، وبتوظفها في ثلاثة جمل مفيدة. يعني تكتب الكلمة وتوظفها، تكتب الكلمة ثلاث جمل. وضحت معاكم؟ طيب، الكلمات الصعبة: إننا نختن، نختن بمعنى نعيش، نعيش. فيحاء، وبلادي فيحاء، فيحاء يعني واسعة. وتزهو بشتى ألوان الألوان صيفا، تزهو تفتخر بشتى بكل أو بجميع، تمام. وفية ضمائرهم، وفية مخلصة. تؤلف مع أعمامي وعماتي وأخواتي، تؤلف نؤلف أسفة نؤلف نكون نكون أو نجمع نجمع. في فرجة بين وبين الجبال البيضاء، فرجة مسافة مسافة أو شق يعني. تتوسط الأشجار المفضضة، المفضضة المفضضة من كلمة فضة يعني مطلية بالفضة، تمام. طيب، وعندي كلمة في آخر الفقرة الأخيرة: منذ القدم تعيش الرنة على هذا النسق، النسق بمعنى النمط. وآخر من سحب الحشرات، من سحب فرارا من سحب الحشرات التي تغزو السهوب، تغزو تهاجم، والسهوب اسم منطقة من المناطق يعني. حينها يسود، يسود يعيم يعيم أو يشنب الحركة. وتمتلئ الحياة حبورا، الحبور هو الفرح والسرور وسعادة والاحتفاء بالرحيل، احتفاء احتفال. وضحت معاكم يا حلوين؟ معادي معاني الكلمات، الكلمة معناها بتختار ثلاثة كلمات وتكتبهم في الدفتر وتوظفهم في جملة مفيدة من هنا. طيب، برجع للكتاب صفحة 58، كتاب القراءة طبعا 58. بعد ما تستمع إلى النص جيدا، ضع على مصاعد الفكرة، عندك أربعة نقاط، اختار لي مشاط رقم واحد الفكرة بيتكلم عن التي تناسب مع النص. صفحة 59: حد الموقع الجغرافي لأبونيا 300 كيلو متر، الخارة رقم 2 الموقع الجغرافي هتكتب 300 كيلو متر. البلدان التي تمتد عبرها: السويد، فنلندا، روسيا، النرويج. هتكتب الكتاب الأربعة دول هذه. طيب،
ثلاثة سل بين بيوت العائلة وألوانها. بيتنا توصل بالأحمر، بيتنا أحمر. بيت عمي أصفر. بيت عمتي أخضر. بيت جدتي فيروزي. وضحت معاكم. بنقلب الصفحة، صفحة 60. تعتمد حياة الشعبي لابوني على تختار على اختياري، هتعمل دايرة على تربية الرنة، تربية الرنية المصرية. السؤال رقم 5، ما الذي لفت انتباهك في حياة الطفلة كريستيان مقارنة بحياتك انت، حياتك انت بحياتك؟ طيب العناصر، انا ما اريد العناصر كلها، بس هختار منهم 2 تعمل مقارنة بين حياتك وبين حياة كريستيان، مقارنة بيناتهم يعني، بس تكتب 2 بس منهم. عندي هنا التنقل مصدر الرزق فقط، انتبه، التنقل هي كانت تتنقل بايش وانت تتنقل بايش، مصدر الرزق هي بتتنقل وهكذا بس. يعني بختار من الخمسة اول خان رقم 5، السؤال الخامس بختار بس عنصرين بس، التنقل مصدر الرزق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وان شاء الله حصتنا الجاية بنتواصل بانها وجه الدرس غالبا ما يكون جمع المؤنث السعدي، وقائم جمع المؤنث السعدي. السلام عليكم.